العرش والكرسي. طبعا العرش والكرسي مخلوقان لله عز وجل، وكل مخلوق له حد ينتهي إليه. فقوله طبعا نحن نعلم بأنه الله سبحانه وتعالى كما هو صريح القرآن مستوى على عرشه، فهذا الاستواء طبعا هم من هنا عاد يمكن دخلهم الزغل في يعني عندما نقول بأن العرش والكرسي محدودان بأن الله عز وجل فوق عرشه، وبأنه هنا طبعا كيف هذا الاستواء، كما أننا نجهل الاستواء نجهل أيضا حقيقة العرش والكرسي كيف هما. اي والله الحمد لله، والله الحمد لله، اي والله سبحان الله، في ضلال ويحسبون انهم يحسنون صنعا. امام الحرمين عاش الدهر كله بعدين ينصح انه ندمان وعليكم بمذهب السلف، هذا اكبر عبره. أو في